السلام عليكم، انا حسنة بالمزيان، ساكنة حاليا في السخيرات. مستوى الدراسي كاتريام، درت 3 سنين في سميتو فندق السياحة اللي دراستنا الله ينصرو كيش ودايا في تمارة، وشديت الدبلوم في 2019. ومن 2019 انا كنت فعل في السيفي ما جابش الله الخدمة. هي هذيك فكرت انا وبابا نديرو هذا المشروع ودرنا الحمد لله، وكنتمناو الخير. كنلقى تعاليق خايبين وكنلقى تعاليق زوينين، بالعكس كان بحال قلت لك مسبقا، كاين بنادم حجر وطوب، كاين اللي كيقول تعاليق خايبين وكاين الناس اللي كيجاوبوا بتعاليق زوينين. كنقول لهم الله يهديكم ونوضوا تخدموا، راه البلاد راه اي حاجه درتيها راه غتمشي فيها من هنا لبعيد. انا الاب ديال حسنى، بدينا انا وياه هذا المشروع وخدامين انا وياه فيه ان شاء الله. وهو الفكره كانت قديمه، الفكره كانت مسبقه، ونظرا لهذ الظروف ديال جائحه كورونا وهذا فيروس الله يرفعوا علينا، انا كنت كنزاول المهنه ديال الطاكسي، والطاكسي ولا شويه الخدمه ديالو قليله، ولينا متضررين وكنخافوا من هذا الفيروس. والبنيته بقات غير جالسه مده ديال سنتين، يعني دوزات لي ستاج ديالها، دوزات خريجه ديال معهد السياحه والفندقه ديال اللي دار سيدنا الله ينصرو في جيش الودايه في تماره، وعامين وهي كتدفع ما كيبقاو عليها بالوعود، سيدي بنتي دابا نعيطوا عليك، سيدي دابا نعيطوا عليك. بنت قنطات مره كتبقى تشكي عليا بابا، وجات هاد الظروف كي كنقولوا حنا لا تكره لا تحب، هي خايبه ولكن الحمد لله على كل حال. فكرنا درنا هاد المشاريع هذا انا وياها، قلت لها بنتي تا انا الطاكسي ما بقى فيه ما يدار، انا نديروا انا وياك هاد المشروع هذا، وبحرني من تما تخرجي انت تشوفي الناس كيفاش كيخدموا، كيفاش كيجتهدوا، كيفاش كيعملوا. وهما الناس اختي، كاين الناس طموحين وكاين الناس سلبيين كما كنقولوا حنايا، الناس الطيبين راه كيشجعوك يعني يدعموك بالكلام الطيب، والناس السلبيين هذوك راه ما خصناش نديوها فيهم، لان الا تبعنا هذاك الشيء ديال السلبي راه غنوليو سلبيين حتى حنايا، من الاحسن كنتفاداهم هذوك ما نديوهاش فيهم. بالنسبه للاباء انايا كنطلب منهم هذا المنبر ديالكم الله يهديهم، والوليدات راه يعني الوقت هذا تطور، الزمان ماشي هو الزمان اللي كان بكري، دابا الحمد لله ولات كي البنت كي الولد كي الراجل كي المراه، والدليل على ذلك حنا كنشوفوا يعني بنات ربانة ديال طائره، بنات ربانة ديال ضواخر كبيره، ديال قطار، ديال طرام، ديال في الدراك، في الجيش، في الامن، يعني ولات المساواه ما بين البنت والولد، يعني ما خصناش نبقاو شادين ذاك العقده ديال البنت ما تخرجش، البنت ما ديرش، بالعكس كنقهروها وكن يعني كنولدوا فيها واحد الاحتباط، كتولي يعني حاسه براسها ماشي حره، ماشي ما كاملاش. الطموح ديالنا هو بغينا نكبروا هذا المشروع هذا، حنا بدينا صغير بحال اي حاجه كتبدا صغيره وكتكبر، حتى حنا بدينا هذا المشروع صغير وبغينا يكبر ان شاء الله الرحمن الرحيم، الطموح ديالنا هو يكبر. الصعوبات اختي يسرا صعوبات كثيره، منهم السياره كانت كتخسر وتولي نصلحوها، ومن بعد عاوتاني حتى الماكينه، وبالنسبه للطاقه الشمسيه والبطاريات، يعني تقريبا كي قلت لك قبيله شي 3 مرات وانا كنصيب ونبدا نخدم ونولي عاوتاني خسر لي داك الشيء، ونولي عاوتاني نمشي نصيب ونشجع البنيه كتفشل كنقول لها لا بنتي زيدي صبروا. الحمد لله في هذا الزمان بحال الراجل بحال المراه، نوضت انا راه مشيت انا من نومت، انا كنت كنمشي ندفع وما كيجيبش الله، والحمد لله لقيت الوالد ديالي هو اللي ساندني هو اللي شجعني وخرجت المجتمع، والحمد لله ما لقيت حتى شي واحد اللي كيقول شي هضره ما هياش. حسنا تجد مع الاب ديالها هنايا، وبنت حادقه تبارك الله تتعاون الاب ديالها ونظيفه وتترحب بالكليان،
تترحب بهم بزاف. القهوة ما نقولش لك عليها، كل شيء الناس تيجي يشربوها. المرأة المغربية تبارك الله وصل عنبي في أي حاجة، دابا هي معك في أي حاجة، تتخدم الخدمة ديال الراجل وما يزيد عليه الراجل، وما يديرش بحال الخدمة ديال المرأة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.